السلام عليكم. أضحت ليبيا عام 2011 واحدة من أهم مناطق الجذب الجيوبوليتيكي في العالم، ومصطلح الجيوبوليتيكي هو تأثير الجغرافي على السياسة فقط للتنويه. فقد شهد التدخل العديد من القوى الإقليمية والدولية على حد سواء، بدأ من تدخل حلف شمال الأطلسي لإسقاط النظام الليبي وصولا إلى عام 2014 الذي شهد انقسام المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية في الجغرافيا الليبية بين حكومتين مختلفتين، واحدة في شرق ليبيا وأخرى في غربها، حظيت كل منها على دعم دولي وإقليمي، الأمر الذي زاد من حدة الصراع وديمومته. فتلك القوى تدفعها أهداف جيوبوليتيكية للتدخل لغرض الحصول على النصيب الأكبر من الثروات الليبية، علاوة على ذلك السيطرة على موقع جيوستراتيجي مهم ومؤثر في العلاقات الدولية. كان من نتائج التغيير الذي رافق عام 2011 أن تصبح ليبيا ساحة صراع جيوبوليتيكي، إذ شهدت تدخل مختلف القوى الإقليمية والدولية. كذلك وفر الصراع الليبي مناخا ملائما لتنامي النفوذ الجغرافي للجماعات الأصولية المتطرفة والإرهاب العابر للحدود لتهديد الأمن القومي الليبي والدول المجاورة، فضلا عن أن ليبيا أصبحت واحدة من أكبر الدول التي تمر من خلالها الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. كذلك شهدت ليبيا صراعا داخليا نتج عنه تنامي الطائفية المناطقية والجهوية والصراع القبلي والعرقي، فضلا عن تنامي ظاهرة النزوح القسري وانهيار المنظومة الأمنية بالكامل وتعدد مراكز القرار السياسي وتنوع أيضا الجهاز الأمني. ضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات في هذا البرنامج حديث العرب. لماذا أصبحت ليبيا ساحة لتصفية الحسابات بين القوى العظمى؟ ما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في توفير معدات وتدريبات لوكالات إنفاذ القانون في الدول الشريكة؟ وهل أمست ليبيا موطئ قدم لروسيا بالتنسيق مع خليفة حفتر؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان صراعات القوى العظمى تهدد استقرار ليبيا. سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي الدكتور نزار كريكيش. دكتور نزار، مرحبا بكم، حياكم الله. يا مرحبا، أهلا بك. وعبر سكايب باحث أول في المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية الأستاذ محمد السنوسي. أستاذ محمد، مرحبا بكم. اهلا وسهلا استاذ محمد، حياكم الله. ضيوفك استاذ مشاهدي. وينضم الينا عبر الهاتف الكاتب والصحفي الليبي عبد الله الكبير. استاذ عبد الله، مرحبا بكم. مرحبا، تحيه طيبه لك ولضيوفك وللساده المشاهدين والمتابعين. حياك الله سيدي الكريم. مشاهدينا الكرام، ضيوفنا، نذهب الى فاصل قصير ونعود باذن الله. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم من جديد. إذن نبحث في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع صراعات القوى العظمى تهدد استقرار ليبيا. أجدد الترحيب بضيوفنا في الاستوديو وعبر سكايب وعبر الهاتف. أبدأ معكم دكتور نزار، يعني ما الذي يجري في ليبيا اليوم؟ هناك انحدار على المستوى الاقتصادي. هذه الدولة، دولة ليبيا، لها اقتصاد متميز، ولكن هناك انحدار في المستوى الاقتصادي وحيث أثر على إمكانيات الشعب الليبي. من الذي أوصل أو من الذي يتحمل مسؤولية ما وصل إليه الشعب الليبي بالدرجة الأساس؟ يعني شكرا على الدعوة. أظن أن ما تعانيه ليبيا اليوم هي فشل الدولة الليبية. يعني الدولة لما تفشل
تحدث كل هذه المظاهر التي ذكرتها حضرتك، يعني انهيار الاقتصاد أو يعني يكون فيه مؤشرات الاقتصاد الكلية تكون غير جيدة، الهجرة، قضايا النزوح، قضايا الحروب، عدم وجود شرعية، كل هذه أعراض لمرض واحد هو فشل الدولة، وهذا أظن تشترك فيه المنطقة ككل، يعني سواء ليبيا، سواء سوريا، سواء اليمن، وإلى حد ما العراق، يعني كل هذه الدول مؤسساتها غير قادرة على التعامل مع التغيرات الجيوستراتيجية والتغيرات المحيطة بها، فالدولة تفشل. الدولة لما تفشل طبعا هي أكبر شيء يعني مؤشر واضح ظاهر هو الاقتصاد. طبعا في ليبيا الآن الإشكال الاقتصادي يعني بين مضخم، بين من يهول في هذا الأمر وبين من يهون في هذا الأمر. طبعا الاقتصاد الليبي هيكليا هو يعاني من مشكلة الدولة الريعية، لأن المصدر الوحيد للليبيين هو النفط، أي خلل في أسعار النفط يخرج البلد عن السعر التوازني، يعني بمعنى أن الدولة تدفع في مثلا مليار دولار لرواتب خلال السنة، فبالتالي لما يتغير سعر الدولار تصبح غير قادر على دفع الرواتب فيظهر أمام الناس. فأحد الإشكالات الأساسية في الدولة الريعية هو التأثر بالسوق العالمي، والآن نعرف أن البيئة الجيوستراتيجية المحيطة بليبيا والمحيطة بالعالم ككل يعني أسعار النفط في تقلب، فيه إشكالات كبيرة جدا. الآن البارحة كانت دول أوبك تحاول أن تحافظ على سعر الدولار بين 85 و90 دولار، والبعض يتوقع البرميل، والبعض يتوقع حتى أن يصل إلى 100. معقول لو يعني في إشكال في ليبيا، أن هذا إشكال هيكلي. الإشكال الآخر هو تعدد الحكومات، بمعنى أن هناك إنفاق في الشرق وإنفاق في الغرب، يعني أنت عندك أسرة والأسرة هذه تنفق على زوجتين وكل واحدة مصاريفها كثيرة. يعني البارحة كان مجلس النواب أصدر قرار بأنه حيعطي لحكومة حماد ميزانية إضافية، بالتالي هذا حيثقل كاهل الحكومة. الإشكال الثالث هو المصرف المركزي نفسه، المصرف المركزي لا يتعامل بمنطق الدولة إنما يتعامل بمنطق المحاسب. هو مصرف مركزي عبارة عن يعرف أنه هناك عجز يجب أن أسد هذا العجز دون اعتبار لوضع الدولة والحالة الاجتماعية والانقسام السياسي والرؤية السياسية للبلد ككل في هذا الوضع، فبالتالي هو يصدر في قرارات، هذه القرارات لا تتناسب مع السياق التحول اللي سير في ليبيا، وهذا إشكال طبعا نتيجة ضعف الثقافة داخل المصرف المركزي. المصرف المركزي نفسه هو عبارة عن مفروض يكون مؤسسة مستقلة مالية، لكن لما تدخل في السياسة تحتاج إلى ثقافة أخرى، وبالتالي هم لم يطور نفسه ليكون فاعل في المشهد الليبي إيجابي، بل طور نفسه ليكون طرف سياسي غير مدرك لما حوله، وهذا إشكال كبير جدا، وهذا طبعا واحد من الإشكالات اللي جعل المصرف المركزي يدور بين الشرق والغرب. طيب. كل هذا يحاول يجذب للحصول على أكبر قدر ممكن من الواردات، وبالتالي تحولت الدولة من دولة إلى عبارة عن شبكة من المصالح المتشابكة التي لا يمكن ضمان سلوكها، معرفة ما الذي سيحدث في اليوم القادم هذا غير واضح. هذا إشكال، يعني أظن التشخيص ما يحدث في ليبيا هو حالة من الفشل. يعني مثلا مؤشر، نختم، مؤشر الدولة الفاشلة ليبيا عام 2010 كان 51، كل ما يزيد طبعا الرقم كل ما يزيد الفشل. في 2011 كان 100 وشوية، الآن وصلنا إلى 140 و150، في انحدار مستمر، فشل. طيب أستاذ محمد، أجدد الترحيب بكم. بالحديث عن الوضع الأمني، هل تعتقد أن لدى ليبيا الإمكانيات التي تؤهله لكي ينعم بالاستقرار الأمني، أم أن ربما الحلول قد أغلقت وأصبح هذا البلد بعيد كل البعد عن عدم الاستقرار؟ ابتداء شكرا جزيلا أستاذ محمد، وأكرر لك التحية ولضيفيك وللسادة المشاهدين. فيما يتعلق بالحالة الأمنية في ليبيا أو الوضع الأمني بشكل عام، سواء بشقيه العسكري أو الأمني أو حتى المجتمع الاستخباراتي، بكل تأكيد يمر بحالة صعبة وحالة مركبة وتشهد كثير من التعقيد لأسباب لها علاقة بالحالة الليبية، بالوضع الليبي أو بالداخل الليبي، حصرا داخل الجغرافيا الليبية، ومن شق آخر هو التدخلات الإقليمية والدولية لأطراف دولية لها مصالح في حالة أو استمرار حالة السيولة الأمنية داخل الدولة. في تقديري، حالة استعادة الهياكل الأمنية أو إصلاح الهياكل الأمنية إذا جاز التعبير، هي لازالت واردة، ولازالت هناك إمكانية لإحداث إصلاح بالهيكل الأمني للدولة، ولكن هذا يقتضي أو يستدعي إرادة سياسية حقيقية وطنية، وتذهب مباشرة نحو إعادة بناء الهيكل أو إصلاح الهيكل من جديد، ودفع ما يمكن دفعه من تضحيات في سبيل إعادة هيكل الأمن للدولة. أعتقد أن بلا هيكل أمن للدولة بأطرافه الثلاثة لا يمكن
استعادة الدولة والحديث عن السيادة أو الحديث عن الأمن القومي. حالة السيولة الأمنية أو التشوه، لأكون أكثر دقيق في التعبير، التشوه في الهيكل الأمني هي تمتد إلى ما قبل 2011، ما قبل ثورة فبراير. الحالة السياسية في الدولة الليبية إبان فترة حكم القذافي، الهيكل الأمني حاول أو أجبر على أن يتعامل مع الظرفية السياسية. شاهدنا في ليبيا ما يعرف بالأمن الشعبي المحلي، شاهدنا التحول نحو جعل القوات المسلحة هي أو ما أطلق عليه الشعب المسلح، وأصبح الهيكل الأمني يخدم النظام السياسي بلا أي مقاربة أمنية تعنى أو تهتم بالأمن القومي للدولة. وهذا للأسف ما امتد وجعل الهيكل غير قادر على الصمود بعد ثورة فبراير، على عكس ما حدث في الدول المجاورة سواء في تونس أو في مصر أو حتى السودان. يعني السودان إلى ما قبل الحرب الأخيرة كانت محتفظة بهيكلها الأمني رغم التشوهات، ولكن كانت هناك مؤسسة للجيش، وهذا ما كان هو الرقم الصعب في الذهاب أو انزلاق الدولة نحو مزيد من الفوضى. طيب أستاذ عبد الله، مرحبا بكم من جديد. لو تحدثنا عن المستوى السياسي، هناك من يقول إن ليبيا أصبحت دولة تنعم بالاستقرار السياسي، خاصة بعد الإطاحة بالرئيس معمر القذافي، حيث أصبح باب الحرية مشرعا أمام الجميع. هل هذا كفيل باستقرار الأوضاع في ليبيا؟ نعم، تحية مجددا لك أستاذ محمد ولضيفيك ولي السادة المشاهدين والمتابعين. طبعا في الحقيقة بعد عقب ثورة فبراير وإسقاط القذافي ونظام حكمه، كانت الآمال كبيرة في أن تمضي ليبيا نحو الاستقرار، نحو الديمقراطية، نحو اعتماد دستور، نحو بناء مؤسسات الدولة، لأننا خلال النظام السابق لا توجد مؤسسات حقيقية. هناك هياكل أمنية لحماية النظام، وهناك بعض المؤسسات الخدمية الموروثة عن النظام الملكي الذي انقلب عليه القذافي، ولكن لا توجد، على سبيل المثال، لا يوجد دستور، لا توجد مؤسسة للدستور حتى تكون مرجعية في حالة الطوارئ وفي حالة تغيير النظام. لا توجد مؤسسة للجيش، وإنما كتائب أمنية يقودها أبناء القذافي لحماية نظامه، لا توجد مؤسسة حقيقية للجيش. وبالتالي افتقدت ليبيا للمؤسسات، وافتقدت ليبيا لمقومات دولة حقيقية حتى تتجاوز التغيير الذي وقع بفعل ثورة فبراير عام 2011 بأقل الأضرار. هناك مشكلة أخرى في ليبيا، وهي مشكلة تاريخية، وهي مشكلة جيوسياسية تتعلق بالجغرافيا السياسية لليبيا. بالضبط. المساحة الشاسعة لليبيا وحالة الفراغ السكاني في وسط ليبيا، لأن غالبية مساحة ليبيا أو أرض ليبيا هي صحراء تكاد تكون خالية من السكان، خلق هذا الوضع كتلتين سكانيتين متباينتين بين الشرق والغرب. ونتج عن هذا أو أفرز هذا الوضع الجغرافي جغرافيا سياسية خاصة بليبيا، وهي انقسام البلد بين شرق وغرب، بين كتلتين سكانيتين تتنافسان سياسيا، بالإضافة إلى كتلة سكانية أصغر قليلا في الجنوب. لذلك ليبيا عندما تأسست كدولة اتحادية في عام 1951 بعد قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا عام 1947، كانت اتحاد ثلاثة أقاليم: برقة في الشرق، وطرابلس في الغرب، وفزام في الجنوب. هذا أيضا له امتداداته في الوقت الحاضر بالصراع والانقسام السياسي بين الشرق والغرب. إذن هي جملة من العقبات والمعضلات والمشاكل، بعضها تاريخي وبعضها يتعلق بالنظام السابق والطريقة التي حكم بها ليبيا. نستطيع أن نضيف هذه السنوات التنافس الدولي والصراع الدولي الذي يلقي بظلاله، والذي تكاد تكون ليبيا أحد محاوره، ليست الرئيسية بالطبع، ليست أوكرانيا وليست غزة أو الخليج العربي أو جنوب الصين، ولكن ليبيا الآن هي ساحة أخرى للصراع بين روسيا والصين من جهة، وبين أمريكا وحلفائها من الدول الغربية من جهة أخرى، فضلا عن الصراع الإقليمي بين مصر وتركيا، أيضا الصراع الأوروبي بين إيطاليا
فرنسا، كل هذه الخلطة هي أعتقد هي ما يمكن أن نفككه لنصل إلى أسباب الأزمة الليبية من كافة جوانبها. طيب. نعم. دكتور نزار، شهدت ليبيا تدخل العديد من القوى الإقليمية والدولية، وهذا ما تفضل به الأستاذ عبدالله الكبير، بدأ من تدخل حلف شمال الأطلسي بإسقاط نظام معمر القذافي وصولا إلى عام 2014. هذا العام شهد انقسام المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية في الجغرافيا الليبية. هل تتحمل حكومتا شرق ليبيا وغربها ما يجري في هذا البلد؟ طبعا هو أي حاكم هو مسؤول، يعني مجرد أنك ترضى بالحكم، ولكن الإشكال في ليبيا الآن الناس تريد تحكم ولا تريد أن تكون مسؤولة، تريد شرعية وتريد أن تعمل ما يحلو لها، فبالتالي أصبح إشكال. يعني منذ العام 2014 كان صدر مقال في الواشنطن بوست، هل هي حرب بالوكالة؟ يعني هنا كانت هنا بداية الحرب بالوكالة. الحرب بالوكالة لها صورتان، يعني الصورة الأولى تكون حرب مباشرة يكون هناك جيش، والصورة الثانية هي الحرب الغير مباشرة يكون هناك أطراف من نفس البلد وهناك من يحركهم من الخارج، أذرع نعم. فبالتالي أصبحت ليبيا تنمو فيها هذه الظاهرة، كل ما تطور المشهد السياسي كل ما لجأ الأطراف لقوة خارجية لتثبيت سلطانهم. لكن المتغير الأكبر في ليبيا هو دخول روسيا في شمال أفريقيا. دعني أقول أن منذ الحرب العالمية الثانية كان هناك اجتماع للدول المنتصرة خاصة من المحور الغربي، بريطانيا وفرنسا وكذا، وقرروا بأن أحد مرتكزات استراتيجية الحلف الأطلسي هو عدم عبور روسيا إلى شمال أفريقيا. نعم. لذلك ما حدث في ليبيا واستدعاء روسيا إلى شمال أفريقيا هو متغير كبير جدا في السياسة الدولية ككل. لماذا؟ لأن روسيا ستصبح قريبة من أوروبا، مساحة الصحرائية الصحراء الليبية هذه الواسعة يمكن أن يزرع فيها صواريخ تصل مداها حتى إلى أوروبا نفسها، يمكن تعطيل طرق الغاز، لأن إذا كان 90% من الغاز يصل إلى يعني 70% من الغاز يصل إلى أوروبا عن طريق روسيا، وفي ثلاث طرق يعني من تركمانستان وجورجيا وروسيا، لو سيطرت روسيا وأصبحت في هذا المكان فهي ستخنق أوروبا تماما. صحيح. أمريكا الآن تحاول أن تكون هي مصدر للغاز بديل عن روسيا، وبالتالي تحظي من المحيط الأطلسي عبر الكاميرون فيه يصل إلى أوروبا، وفي كذلك طريق من النيجر نيجيريا الجزائر يصل إلى أوروبا. فلو استمرت روسيا بالتوغل في هذا المنطقة فبالتالي هي الآن تسيطر على الغاز وتخنق أوروبا كذلك. لذلك الآن موقف أصعب في ليبيا هو الشرق الليبي، لأن الشرق الليبي إذا استطاعت روسيا بناء قواعد في مدينة طبرق فبالتالي هي ستكون قريبة من شرق المتوسط وتفسد حتى المشروع التركي. طيب. فهذا التنافس الكبير جدا الجيوستراتيجي، إذا استحضرنا سقوط الشرق الأوسط، سقوط العراق وسقوط روسيا وسوريا وسقوط نعم. مصر نعم. وكلها لم تعد قوة استراتيجية حقيقية في ظل حرب غزة، فبالتالي ما البديل؟ البديل هو شمال أفريقيا. بهذا العمق تصبح المسألة الليبية الآن يوم بعد يوم تصبح قضية دولية خطيرة جدا. لذلك سيعتمد ما يحدث في ليبيا الآن سيعتمد على ما يحدث في غزة، على التحولات في الشرق الأوسط، وأهمها أظن هي قضية الطاقة. قضية الطاقة ستكون مهمة جدا، ويبرز هنا دور الجزائر. الجزائر ما زالت هي الحامي لمنطقة شمال أفريقيا، ليس لأنها مواقفها بل لأنها لم تسلم مقادير وموارد الدولة الجزائرية إلى روسيا. نعم. لأن روسيا حاولت مع الجزائر كثيرا أن تكون لها حصص من الشركة الوطنية للنفط الجزائري. نعم. فالمسألة بهذا التعقيد يقابل سياسي ليبي غير قادر على إدراك هذا المشهد، فبالتالي يصبح سلوكه هو كأنه هو يريد أن يستنصر بهذا ويستنصر بهذا، والبلد في النهاية تغرق غير مدرك أم مستسلم. في 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 جزء كبير عدم إدراك، وفي جزء كبير طبعا من سياق وراء الأهواء. طيب. فبالتالي البلد أصبحت تفشل. أستاذ محمد، ذكر الدكتور نزار روسيا شهدت ليبيا صراع العديد من القوى، وذلك من أجل أن تضمن السيطرة والنفوذ. من أبرز تلك القوى كما تفضل به الدكتور نزار هي روسيا. يعني ما مصلحة روسيا من دعم خليفة حفتر؟ ما الغاية والهدف من وراء كل ذلك؟ ابتداء أستاذ محمد، خلينا نتفقوا أن الجغرافيا الليبية أو الدولة الليبية في وضع حالة دولة هي ليست دولة هامشية على الإطلاق في تقديري على الأقل. نعم. هي دولة مهمة، هي دولة متوسطية، وهي دولة في شمال إفريقيا ودولة في المغرب العربي مهمة، وتعتبر أكبر بوابة لإفريقيا على المتوسط. طيب. وبالتالي
حالة التنافس الدولي أو الإقليمي على الوجود في ليبيا أو على محاولة يعني الامتداد إلى ما وراء ليبيا، وأنا أتحدث هنا عن أفريقيا جنوب الصحراء، نعم، هو وضع طبيعي في الحالة الروسية. ما هو معلوم أن روسيا من 1996 تقريبا، من أيام ما كان إفكيني بريماكوف وزير الخارجية، دعا إلى أن تستعيد روسيا هيمنتها من جديد وتعود لاعب مهم في السياسة الدولية. طيب، يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذ محمد. أستاذ عبد الله، أستاذ محمد هل تسمعني الآن؟ نعم. تفضل، أكمل تفضل. فحالة التنافس في تقديري الروسي الغربي على ليبيا هي حالة مهمة في السياسة الدولية. روسيا تحلم أن تجد موطئ قدم على المتوسط جنوب أوروبا. صحيح. ذكر دكتور نزار أن وجود روسيا في جنوب أوروبا مهدد حقيقي لأوروبا. يعني قادرة روسيا أن تصل إلى أوروبا في غضون أقل من 40 دقيقة. ما يفصل ليبيا عن أوروبا مساحة جدا أو مسافة جدا قصيرة. هذا من جانب. من جانب آخر، دخول وتواجد روسيا في أفريقيا جنوب الصحراء، هذه المساحة أو الرقعة الجغرافية أو ما أطلق عليه قوس الأزمات، هي منطقة مهمة جيوستراتيجية ومهمة من ناحية الموارد الطبيعية. صحيح. ثلث الموارد الطبيعية في العالم هي موجودة في أفريقيا. تقريبا 40% من احتياطي العالم من الذهب هو موجود في أفريقيا. ربما حالة العقوبات الاقتصادية التي مارسها الغرب والولايات المتحدة تبنتها وأوروبا على روسيا دفعتها إلى إيجاد موارد اقتصادية بديلة لتمويل الحرب أو إيجاد نوافذ اقتصادية تخفف من الضغط الاقتصادي على روسيا، وذهبت وتوجهت إلى أفريقيا ونجحت في ذلك. والآن انحسار النفوذ الغربي في أفريقيا، نعم، وتمدد النفوذ الروسي والصيني والتركي. إذن المحصلة أن الوجود في ليبيا هو مغري لأكثر من سبب. كون ليبيا هي بوابة أو نافذة على أفريقيا جنوب الصحراء، وهي تعتبر نقطة ارتكاز مهمة جدا، يمكن لأي قوة موجودة جيوستراتيجيا في الساحل الإفريقي أن تتمدد شمالا وجنوبا. فأنا في تقديري هي وضع طبيعي لحالة التنافس الدولي. طيب. وهذا يقتضي من الليبيين إيجاد مخرج لاستعادة الدولة. يجب أن يتفق الليبيين على إنتاج الدولة ومن ثم التنافس على إدارة. سنأتي على هذه النقطة. هل ربما يكون الحل في ليبيا حلا محليا داخليا، أم سيرتهنون يعني القوى المتنافسة إلى الدول الأخرى؟ ولكن دعني أنتقل هنا لأستاذ عبد الله الكبير. أستاذ عبد الله، ما دام ذكرنا روسيا لابد من ذكر الولايات المتحدة. أين تقف الولايات المتحدة فيما يجري على الأراضي الليبية؟ هل تراها فاعلة وجادة في إنهاء الأزمة، أم تصريحاتها لا تنم عن موقف واضح يمكن البناء عليه؟ الحقيقة الموقف الأمريكي مرتبط بالدور الأمريكي في المنطقة بشكل عام. أمريكا منذ سنوات، منذ زمن أوباما، وهي تتراجع في هذه المنطقة وتبحث عن استراتيجية جديدة لحماية مصالحها دون أن تتحمل أعباء الإمبراطورية كما كانت في التسعينيات وفي بداية الألفية. لكنها إزاء التوغل الروسي في ليبيا والتمدد الروسي في أفريقيا بدأت تشعر بالقلق وبالانزعاج، لكنها لم تتحرك بفعالية وبجدية لمحاصرة هذا النفوذ. ربما يتعلق الأمر بخلافات داخل المؤسسات الأمريكية الفاعلة، كما رأينا زمن ترامب أعطى الضوء الأخضر على سبيل المثال لحفتر لكي يغزو طرابلس وتواصل معه هاتفيا. في نفس الوقت المؤسسات الأخرى، الكونغرس والبنتاغون، وزارة الخارجية، وكالة الأمن القومي، المخابرات الأمريكية، وفد رفيع المستوى التقى بحفتر وحذره من مغبة التعاون مع روسيا ومع شركة فاغنر تحديدا. هذه الخلافات ساعدت روسيا على التوغل في ليبيا وعلى تمدد في أفريقيا،
ودون أن تكون هناك تكلفة كبيرة لهذا التمدد ونقل القوات والمعدات العسكرية والسيطرة على بعض القواعد العسكرية المهمة في وسط وفي شرق وفي جنوب ليبيا. لكن الآن مؤخرا يبدو أن أمريكا بدأت تستشعر، أمريكا وحلفائها بالطبع وخاصة بريطانيا بدأوا يستشعرون أن هذا التمدد الروسي لابد من إيقافه. لذلك بدأت أمريكا تتحرك سياسيا بوضع دبلوماسية أمريكية في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا بالوكالة، وهي السيدة ستيفاني خوري التي تتولى مسؤولية البعثة الأممية بعد استقالة المبعوث الأممي باتيلي. إذن الملف السياسي أصبح في يد أمريكا عن طريق هذه الدبلوماسية الأمريكية. عسكريا هناك معلومات تشير إلى أن شركة أمنية لها ارتباط بوزارة الخارجية الأمريكية تتولى الآن تدريب بعض القوات العسكرية في غرب ليبيا. ربما تشهد ليبيا، أو قد يكون أحد السيناريوهات أن تشهد ليبيا صراعا بين أمريكا وحلفائها من جهة وبين روسيا من جهة أخرى، ولكن بأيدي محلية، يعني يشبه ما يجري الآن في أوكرانيا لمحاصرة الوجود أو النفوذ أو التمدد الروسي. أمريكا تتحرك، ولكن أعتقد أن تحركها بطيء جدا ولا يوازي هذا التوغل والتمدد الروسي سواء في ليبيا أو في دول الساحل، بوركينا ومالي والنيجر وتشاد وحتى السودان. نعم. طيب دكتور نزار، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، إيطاليا سنأتي على ذكرهم الآن، وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول، لماذا لا يجلس الفرقاء على طاولة حوار مفاوضات إيجاد حل جذري لما يحدث في ليبيا بعيدا عن التدخلات الدولية والقوى العظمى؟ لماذا يأتي الحل من الخارج؟ ما السبب في ذلك؟ لماذا لا يجلس الفرقاء على طاولة مفاوضات؟ هو في قاعدة في السياسة الخارجية الليبية، طبعا الموقع الجغرافي مهم في ليبيا. نعم. أن ليبيا تراد لغيرها لا لذاتها، يعني بمعنى أن كل من دخل إلى ليبيا باستثناء إيطاليا كان الهدف عينها على أشياء أخرى. فبالتالي روسيا الآن عينها على أفريقيا، أمريكا عينها على التوغل الروسي في أفريقيا، فالكل يعالج مشاكل ليست المشاكل الليبية. فبالتالي استقرار ليبيا من عدم لا يؤثر في المعادلة الدولية. طيب. يعني حتى لو جلس الليبيون الآن ووصلوا إلى حل ستكون المشكلة قائمة. أولا لوجود تنافس، يعني أنت ببساطة أنت عندك بيت فيه شركاء متشاكسون، أنت واحد يقول ورثة. نعم. أنت حليت مشكلتك مع زوجتك وأهلك وخلاص وحل، مش حتنحل المشكلة، ما زال الورثة يطالبون بهذا البيت. فبالتالي المشكلة من التعقيد اللي أفلت الملف الليبي من الملكية المحلية للليبيين. لماذا؟ لأن هذا الكلام ممكن كان يأتي باكرا، لكن الآن انفرض العقد وأصبحت المساحة الجيوستراتيجية لليبيا هي مساحة أكبر من ليبيا، أكبر من الحدود الليبية، بمعنى ما يحدث في بوركينا فاسو، في مالي، في النيجر، في السودان، كل هذا ضعف أضعف الدولة الليبية، بمعنى أجعل الدولة الليبية غير قادرة على احتمال كل هذه الأزمات، وهي في حالة انقسام، في حالة تدخل دولي. مثلا شوف مثلا مشكلة مثل السودان، كيف تبي تحل مشكلة السودان؟ حتى لو اجتمع الليبي، الإمارات تريد حمتي، صحيح، روسيا مع الحكومة السودانية ومع برهان، صحيح، السعودية مع برهان، مصر مع برهان ومع حفتر، متقلبة، صحيح، يدعم في يدعم في حمتي، صحيح، مشكلة معقدة. هذا التعقيد في غياب يعني سرعة الحركة، يعني المشهد السياسي مستمر بهذه الديمومة، فبالتالي لا أحد يأخذ في قرار حكيم، وغابت الحكمة. طبعا هنا ممكن يكون في حكماء في ليبيا يجتمعوا ويحاولوا الآن في نفس، ممكن تريد ذكره، في نفس بدأ يأتي أن الدولة في النهاية تنهار، يعني في انكشاف استراتيجي في ليبيا، ممكن حدث في العراق، يعني مثلا الآن استراتيجية ليبيا مكشوفة على البياناتها، كل بيانات التحويلات المالية، الانترنت، الكل كل كل طيب. معروف السياسيين كيف يفكروا، أنواع السلاح الموجود في ليبيا، من هم كل هذا بيانات مكشوفة. فبالتالي الدولة لما تنكشف استراتيجيا بهذا الشكل يصبح من الصعب عليها أن تقوم، يعني أنت قاعد في ضربة قاضية، قاعد أنت في العناية المركز. فإدراك هذا الأمر
قد يكون مؤلم، لكن في نفس الوقت قد يكون بداية لوعي أن الناس تعي حفتر ودبيبة وعقيلة صالح و يعني أن هم قاعدة الدولة تنهار، المركب يغرق مياه. يعني دكتور، يعني الفرقاء السياسيين في ليبيا يحتكمون إلى لغة السلاح أكثر من لغة المفاوضات؟ لا، هم يحتكموا إلى لغة اللحظة أكثر من لغة المستقبل. رد الفعل؟ رد الفعل. أن هذا فعل سأفعل كذا. سأفعل. هذا لأنك أنت لو سياسي حتغرق في هذا الأمر. يعني لكن على الأقل لو كان في أطراف ثالثة ممكن تدعم هذا، طبعا هذا يحتاج الوطن العربي ككل. هذه المشاكل بين الحاكم والمحكوم وكذا تحتاج أطراف من الحكماء على الأقل يدركوا ما يحدث في المستقبل. طيب. لأن هذا سيضر بالناس كثيرا. أستاذ محمد، هناك مراقبون للشأن الليبي يقولون بأن السيد خليفة حفتر هو غير جاد في الوصول إلى حل، لأنه يأخذ القرارات المصيرية من بعض الدول، وهناك من وصف السيد حفتر على أنه وكيل لبعض الدول في ليبيا. هل هذه النقطة صحيحة؟ أستاذ محمد، في تقديري وأنا هنا أتفق مع المذاهب للدكتور نزار، هي أن الأطراف المحلية أو الفاعلين السياسيين في ليبيا حاليا لا يمتلكون القدر من استقلالية القرار السياسي بحيث يمكنهم إيجاد مقاربة إلى تسوية الوضع في ليبيا، حتى ولو ربما في بعض المراحل. وهنا بسبب أعتقد أن الفاعلين الدوليين أو الإقليميين استثمروا في الوضع الحالي في ليبيا وحاولوا تجيير الوضع الحالي وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في ليبيا ما يخدم مصلحة تلك الدول. وبالتالي جميع الأطراف الليبية الآن موجودة في المشهد السياسي، ولأكون أكثر دقة دعني أقول جل الأطراف السياسية، لا تستطيع أو لا تملك القرار السياسي المستقل بحيث تستطيع إنتاج مقاربة سياسية قادرة على إخراج الدولة من حالة السيولة أو من حالة الهشاشة أو من حالة اللا دولة إلى حالة الدولة. هذا الأمر ينطبق على جميع السياسيين أو الفاعلين السياسيين في ليبيا، بصرف النظر انتماءاتهم أو تحالفهم الاستراتيجي، لأنه ببساطة شديدة العالم يسير بواقعية سياسية. الواقعية السياسية في العلاقات الدولية تقتضي أن تبحث الدولة عن مصالحها، بالذات في ظل الارتباك الاستراتيجي وحالة اللا يقين التي تسود العالم والمنطقة بشكل خاص. الكل يبحث عن طرف سياسي فاعل وقادر أن يضمن مصالح الفاعل الدولي أو الإقليمي بصرف النظر عن المسميات. أعتقد أن روسيا الاتحادية الطرف الاستراتيجي أو الحليف الاستراتيجي هو سيف الإسلام أقرب. ولكن حالة الضعف التي أو حالة عدم إنتاج مشروع لسيف الإسلام جعل روسيا تبحث عن حليف آخر أكثر قدرة على الوجود على الأرض والامتداد نحو توغل أفريقيا جنوب الصحراء أو الساحل الإفريقي. ليبيا على ما فيها من موارد، على ما فيها من مستقبل الطاقة، حتى ما بعد الطاقة التقليدية سواء النفط أو الغاز وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكن لا تراد في ذاتها، إنما يراد ما وراء ليبيا. هي ربما في الوقت الحالي ليبيا أو ربما حتى على المرحلة القادمة ستكون هي نقطة ارتكاز لتؤثر على السياسة الغربية وتضمن كثير أو كثير من الموارد التي. أستاذ محمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد السنوسي. أود أستاذ محمد، هل أنت معنا؟ يبدو أن فقدنا الاتصال. طيب أستاذ عبد الله، تحدثنا عن موقف الولايات المتحدة وموقف روسيا، هناك أيضا يعني دولتان هما فرنسا وإيطاليا هدفهما الجغرافيا الليبية، يطمعان هاتان الدولتان يطمعان بالحصول على مكاسب سياسية واقتصادية تنبع من الأهمية الجيوستراتيجية للدولة الليبية في الفكر السياسي الخارجي لتلك القوى. كيف يمكن تفسير موقف هاتين الدولتين بشكل مفصل أستاذ عبد الله؟ نعم، موقف هاتين الدولتين طبعا بالنسبة لإيطاليا تعتبر ليبيا منطقة نفوذ استراتيجي لها. ليبيا تقع قبالة الشواطئ الإيطالية وهي من أقرب الدول الأوروبية لليبيا، فضلا عن أن ليبيا مستعمرة سابقة لإيطاليا. لكن فرنسا باعتبارها صاحبة الدور الأكبر في الثورة الليبية وفي إسقاط حكم القذافي أرادت أن تجني المزيد من
المكاسب وأن تقود الحل السياسي في ليبيا وأن يكون لها النصيب الأكبر من النفوذ ومن الثروات الليبية. هذا التوجه الفرنسي استفز إيطاليا بالطبع، فدخلت الدولتان في تنافس حول ليبيا. توجهت فرنسا شرقا وتحالفت مع حفتر وساعدته في حروبه، سواء في بنغازي أو في درنا أو حتى في حرب طرابلس. بالمقابل إيطاليا وطدت علاقاتها مع غرب ليبيا ودعمت الحكومات الموجودة في غرب ليبيا. هذا التنافس ربما تراجع قليلا إزاء دخول لاعبين جدد كتركيا وروسيا، فضلا عن الانهيارات المتوالية التي أصابت فرنسا في مناطق نفوذ تاريخي لها في بوركينا فاسو وفي مالي وفي النيجر وفي تشاد. لكن مع ذلك ما زالت فرنسا تحاول أن تعوض بأن تبقي على حظوظها ونفوذها في ليبيا. ما زالت تتحرك عبر مبعوث خاص لقصر الإليزيه في ليبيا لكي يكون لها نفوذ وتأثير في المشهد السياسي المقبل. بالمقابل إيطاليا هي أيضا توطد علاقاتها مع ليبيا. أي خطوة تخطوها فرنسا في ليبيا لابد أن تعقبها خطوة إيطالية. الحقيقة أن خلال السنوات الماضية كانت دائما فرنسا هي المبادرة وهي البادئة وتعقبها إيطاليا كرد فعل. إذا أرسلت فرنسا قوات خاصة أو قدمت دعم لأحد الأطراف العسكرية تقوم إيطاليا بنفس الفعل. إذا قامت فرنسا بعقد مؤتمر دولي حول ليبيا ودعت له شخصيات دولية لها علاقة بالأزمة الليبية ودعت لها شخصيات ليبية لها نصيب من السلطة في ليبيا الآن، فعلى الفور إيطاليا تعقد مؤتمر آخر بنفس المواصفات لكي تكون على قدم المساواة في أي تقدم فرنسي. لكن بشكل عام تراجع هذا الاهتمام الفرنسي الإيطالي، لم ينحسر تماما، لكنه إزاء تدخل قوى أكبر مثل روسيا ومثل تركيا وأمريكا، فهذا هذا النفوذ الإيطالي الفرنسي ربما تراجع قليلا مع احتفاظ الدولتين بما لهما من نفوذ وما لهما من علاقات وما لهما من تأثير على المشهد السياسي والعسكري الليبي. نعم. طيب. دكتور نزار، يعني ذكرنا الدول ولكن دعنا نعرج قليلا على دور المجتمع الدولي. هناك من وصف دور الأمم المتحدة أنها شريكة فيما يحصل في ليبيا، وذلك من خلال أدوارها التي وصفت بغير الفاعلة. كيف تقيمون دور المجتمع الأمم المتحدة بشكل عام؟ يعني هو البعثات الدولية يعني هي واحدة من المعلومات المهمة أن المؤسسة الوحيدة في الأمم المتحدة اللي لها رأسين، يعني هو عنده أب وأم، أبوها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمها المجلس الأمن أو بالعكس يعني. طيب. فبالتالي هي إدارة هذه البعثات صعبة جدا. يعني أنت كمبعوث أنت عبارة عن تحرق في أوراقك، أنت تأتي ممكن تقر مع الجمعية العامة لكن تجد نفسك أمام قرارات مجلس الأمن، فهي انعكاس للخلاف. يعني حتى طارق متري ذكر في مذكراته في يعني أنه أنت تقر وني، لكن لما يختلف روسيا وأمريكا خلاص أنت ليس لديك قرار في النهاية. لذلك هي فكرة البعثات هو تشجيع الطرف الداخلي على الالتقاء، لكن في غياب الرؤية في النهاية هي المحصلة عبارة عن ثوب هذا البعثات. الحقيقة هو ما دام في انقسام دولي، ما دام في أطراف داخل ليبيا تتبع هذا الطرف وهذا الطرف، ستظل حالة الانقسام موجودة. وهذه ظاهرة الحرب الوكالة، ظهرت حرب الوكالة اللي هي دخلت فيها البلد عام 2014 بسبب خليفة حفتر لا غير، إن هو سبب الحرب الوكالة اللي قسمت البلاد. هذا الانقسام استمر كشرخ مستمر. الآن كيف تلافي هذا الأمر؟ البعثة تطرح في مقاربات، لكن للأسف حتى يعني من كتبوا عن مقاربة الأمم المتحدة كل هذه المقابلات مقاربات ليبرالية تأتي من وصفات جاهزة. طيب. يمكن وصفة تعطى لأي حد، أعمل انتخابات، اهتم بالشباب والمرأة ودير اجتماع للأطراف النزاع ووصلوا لحالة انتخابات ثم تنشأ شرعية جديدة منها تنشأ مؤسسة الدولة. هذا يسمى يو شيب ثيوري. هذا لا يحدث،
الواقع أن كل طرف عنده تحالفات وكل طرف عنده قبائله وعنده طائفته وبيتحرك منها، شبكة معقدة جدا. صحيح. المقاربة مملة وقديمة وغير قابلة للتنفيذ في دول العالم الثالث. لذلك الآن في باحث بحث مثلا ما حدث في موزمبيق وما حدث في ليبيريا وكذا، وشوف وأرجع فشل البعثات بعدم فهم ثقافة هذه الدول. حتى نعم ممكن حتى العراق عنده نفس صحيح الإشكال. صحيح. يعني رواندا الوحيدة اللي فكروا بطريقة مختلفة. رواندا لماذا نجحوا؟ لأنهم قالوا اتبعوا بعض الطرق في حل المشاكل من القرن السادس عشر بين القبائل. بوتسوانا نفس الطريقة. نعم. فبالتالي يعني أنت لا تعطيني حل صحيح ولا تتركني أفكر بطريقتي اللي تعودت عليها كرجل قبيلة أو كرجل كذا، وتدخل السلاح طبعا في الأمر. صحيح. السلاح يعطل كل شيء. فالبعثات يعني في إشكال حقيقي، هي ضمن إشكال النظام الدولي ككل، مقاربتها قديمة غير قابلة للتنفيذ في مثل هذه الدول في حال دولة فشلت مؤسساتها. هذا طيب. إشكال كبير. طيب. يعني أستاذ محمد، ذكرنا وتحدث بشكل مسهب الأستاذ عبد الله الكبير عن إيطاليا وفرنسا، تحدثنا نحن جميعا عن الولايات المتحدة ودور روسيا، وتحدث الدكتور نزار على موقف المجتمع الدولي الأمم المتحدة فيما يجري في ليبيا. حتى لا نغفل، يعني أنا أتكلم بهذا الكلام وخجل من مما سأطرحه، الجامعة العربية أين هي مما يجري في ليبيا؟ نعم. وأنا أشاركك حالة الخجل يعني. نعم. للأسف الجامعة العربية لا تملك الأدوات للأسف، لا على المستوى العسكري ولا على المستوى السياسي، يعني بحيث أنها تصنع مقاربة، وربما ينطبق عليها ما ينطبق على حالة المجتمع الدولي أو التوصيف أن لا توجد رؤية موحدة للعرب بحيث ينتجوا مقاربة قابلة لحل الأزمة في ليبيا أو في غير ليبيا. كل الدول التي تشهد حالة من الأزمات، الجامعة العربية لا تملك الأدوات، أو لا تملك، العرب لا يملكون رأيا موحدا حيال هذه القضايا. وبالتالي طالما اختلفت الرؤى واختلفت المصالح واختلفت التوجهات والدوافع، من بداهة لا يمكن إنتاج أي حل ربما يذهب إلى معالجة الأوضاع في ليبيا. ربما قادر الجامعة العربية قادرة على الذهاب إلى مزيد من التأزيم، تبني بعض آراء أو بعض توجهات بعض الأطراف الفاعلة في ليبيا ومحاولة تسويقها، أو محاولة الضغط على الأطراف الأخرى لتقبلها. وهذه المقاربات جزء كبير ومعتبر من الليبيين يعتبر أن هذه المقاربة لن تنتج حالة من الاستقرار القابل للاستدامة في الدولة الليبية، وبالتالي لن تستطيع في المرحلة الراهنة ولا حتى في المرحلة المنظورة الجامعة العربية إنتاج أي مقاربة لتسوية الحالة في ليبيا. ناهيك عن كون الحالة السياسية أصلاً أو الوضع في ليبيا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، هي حالة مركبة وحالة معقدة. يصعب على الأطراف الغير معنيين أو غير مهتمين بدقة بالحالة الليبية ودراسة الوضع الليبي، حتى ثقافة الليبيين واهتماماتهم وإنتاج عقل استراتيجي ليبي بمقاربة ليبية للذهاب إلى تسوية الأزمة في ليبيا. الحلول التي ستأتي من الخارج ربما تساعد الليبيين في محاولة إنتاج الحلول، ولكنها لن تنتج حلول للليبيين بحيث قابلة إلى تطبيق وتخرج ليبيا من حالة السيولة إلى حالة الاستقرار وصنع نهضة أو تنمية أو أن نكون دولة. نعم. كأي دولة. نعم. في العالم. طيب. في الوضع الحالي. أستاذ عبد الله، بدقيقة ونصف الحلقة شرفت على الانتهاء، كيف تستشرفون مستقبل ليبيا السياسي؟ هل سينعم بالاستقرار في ضوء انقسام ليبيا بين حكومتي الشرق والغرب؟ لا، الحقيقة الاستقرار يبدو أنه بعيد المنال. ليبيا الآن هي ورقة في الصراع الدولي البارز والواضح في أوكرانيا وفي الخليج وفي بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي في غزة. هذا الصراع وهذا التحول وهذا الاضطراب الدولي، لأننا إزاء نظام دولي جديد لم تظهر ملامحه بشكل واضح. أعتقد أن حالة الجمود السياسي في ليبيا وحالة الانقسام وتكريس هذا الانقسام مستمرة خلال هذه السنوات،
طالما الأطراف الدولية خاصة الطرفان الرئيسيان الفاعلان في ليبيا روسيا وأمريكا لم يتفقا على حل الأزمة ولم ينتهي الصراع بينهما في ساحات مختلفة. لذلك أنا أعتقد أن الحالة التي عليها ليبيا الآن ستستمر ولا أعتقد أنها ستنتهي قبل أن تتم تسوية كل الملفات الدولية العالقة بين القوى الكبرى. طيب أستاذ محمد، ما هو الحل برأيكم على المدى القصير وليس على المدى الاستراتيجي؟ ما هو الحل بدقيقة ونصف؟ في تقديري أستاذ محمد أن الحل في ليبيا هو حل إنتاج شرعية بإرادة وطنية، الذهاب إلى انتخابات برلمانية، إنتاج سلطة سياسية جديدة تذهب إلى مرحلة انتقالية تمتد 3 أو 5 سنوات ومعالجة هذه التشوهات. الحديث الآن عن انتخابات رئاسية في الوضعية الحالية السياسية للدولة وحالة الارتباك الاستراتيجي التي يعيشها العالم لن تعالج الوضع في ليبيا. ليبيا محتاجة إلى إنتاج شرعية جديدة، الشرعيات الموجودة الآن تآكلت، يجب على الليبيين الذهاب إلى انتخابات برلمانية، إنتاج سلطة سياسية تسير البلد، ومن ثم وضع دستور يتوافق عليه ويسار فيما بعد إلى الاستقرار النهائي وحالة إنتاج الرئيس. طيب دكتور نزار، ما المطلوب في هذه المرحلة من قبل الأطراف الليبية حتى تخرج ليبيا من هذه الأزمة؟ يعني هو الإيقاف النزيف الاقتصادي اللي حدث في البلد، إيجاد أي سلطة تنفيذية يمكن أن تشرف على الانتخابات، يعني اتفاق الشرق والغرب على الحد الممكن للحفاظ على سيادة الدولة وإيقاف نزيفها، على الأقل يكون في عقلانية في المرحلة هذه، حكومة جديدة، هذه الحكومة تمثل كل الأطراف، أظن أن هذا على الأقل سيهدئ حتى القوى الدولية ويخفف من النزاعات بحيث أن يكون فيه مرحلة انتقالية تمتد لفترة طويلة ليقل فيها العنف والدولة يعني تتماسك بشكل أو بآخر من خلال حكومة موحدة. يعني موحدة، نعم، حكومة موحدة غير خاضعة لأي تجاذبات إقليمية ودولية، يعني لو حتى لو وجد فيها حفتر وجد فيها دبيبة وغيرها على الأقل تؤدي إلى دور معين، أظن أن هذا هو الحل، يعني أن لن تستطيع لا القضاء على هذا ولا على هذا. أستاذ محمد، بس يعني هناك سؤال في خاطري، ذكرتم قبل انقطاع الاتصال سيف الإسلام القذافي، بدقيقة واحدة، هل سيف الإسلام القذافي لديه مقبولية في هذا الظرف للشعب بالنسبة للشعب الليبي بأقل من دقيقة؟ لأكون واقعي أستاذ محمد، لا أعتقد أن سيف الإسلام في الوضعية الحالية أنه مقبول لدى الكثير من الليبيين، باعتبار أن الرجل مختفي ولم يقدم أي مشروع، وحتى الحوادث الجلل التي حدثت للدولة والمجتمع الليبي لم يكن له فيها أي كلمة. هو في تقديري عبارة عن حليف ربما أو مشروع روسي قد يتبنى من روسيا، باعتبار أن حالة المواءمة ما بين السياسات في عهد القذافي الليبية والسياسات الروسية، ولكن واقعيا أنا لا أتصور أن للرجل أي شعبية قد تفضي فيما لو ذهب الليبي للانتخابات إلى وصوله إلى صدة الحكم وإدارة الدولة. كان معنا عبر سكايب باحث أول في المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية الأستاذ محمد السنوسي، شكرا جزيلا أستاذ محمد. وكان معنا عبر الهاتف الكاتب والصحفي الليبي عبد الله الكبير. أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، والشكر موصول إلى الباحث والمحلل السياسي الدكتور نزار كريكي، شكرا جزيلا أستاذ نزار. ومشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، إلى اللقاء.